هما الباعث علي بابا دولة هادي ولا غابة حكومة ولا عصابة دولة هادي ولا غابة عذرا عذرا يا تلميذ ومش بينا على التصعيد عذرا عذرا يا تلميذ علي الصوت علي الصوت علي الصوت علي الصوت علي الصوت ما بقاش الخوف راوي بي وجهك صحيح واخدنش وجهك صحيح استمرارا لمسيرة الاحتجاج على نظام المعاسي ونظام الحقرة. نحن نحتج باستمرار ولن نتراجع وسوف نستمر في التصعيد فلتتحمل الوزارة والحكومة مسؤوليتها فيما يقع وفيما سيقع وفي الهدر المدرسي وفي حرمان ملايين التلاميذ من حقهم في التعليم. نحن نناضل منذ سنوات لأجل إنصافنا ومن أجل حل الملفات العالقة لأجل إنصاف كل الفئات المتضررة من النظام الأساسي الماضي من النظام الأساسي 2003. فإذا بالوزارة والحكومة ينزلون علينا نظاما أكثر إجحافا ونظاما أكثر ظلما نحن نحتج وسنحتج وسنبقى نحتج حتى إسقاط هذا النظام الأساسي الغير اللائق الذي سيخرجنا من الوظيفة العمومية وسيجعلنا مستخدمين وذلك تنفيذاً لإملاءات صندوق النقد الدولي بتحديد وبالتقليص من كتلة الأجور. نحن نرفض أن تتحكم المؤسسات المالية في سيادة الوطن وفي سيادة هذا البلد. نحن نحتج على هذا النظام الأساسي ونتشبث بنظام أساسي يبقينا داخل الوظيفة العمومية، هذا من جهة. أما من جهة أخرى وما كان يخرجنا لسنوات ونحن نحتاج هو حل الملفات العالقة وجبر الضرر لكل الفئات المتضررة من كل الأنواع ما في كل الأسلاك ابتدائي وإعدادي وثانوي وكذلك مساعدين إداريين إدارة تربوية وترتوجي والتخطيط الممولين التعليم الأولي كل الفئات كل الضحايا يجب إنصافهم وحل جميع الملفات العالقة دفعة واحدة يعني يجب أن تبدي هذه الوزارة نية صالحة وحقيقية وإلا ف نحن مستمرون في التصعيد ولن نعود إلى الأقسام إلا باسترجاع حقوقنا وإسقاط هذا النظام المعاسي. وتحياتي لكم وشكرا. أكيد أنكم تتابعون الآن المعركة النضالية التي يقودها رجال ونساء التعليم في المغرب. هذه المعركة التي خرجت ضدا على النظام الأساسي الذي اصدرته وزارة التربية الوطنية وصادقت عليه الحكومة المغربية. اليوم المعركة مستمرة وطويلة جدا ولا نية للحكومة في حلحلة هذه الملفات النضالية. الحكومة الآن لا زالت تماطل لا زالت تسوف من أجل عدم حلحلة هذه الملفات المطلبية العادلة ومشروعة لرجال ونساء التعليم. تنقولوا من هنا على اننا غنستمروا في الاشكال النضاليه ديالنا الراقي، ثم نقول من هنا ان هذه الاشكال النضاليه لن تتوقف الا بعد اسقاط النظام الاساسي الغير المنصف والغير العادل والغير المشروع، ثم انذاك سنتفق على الامور التقنيه. تحيه نضاليه عالية لكل الأساتذة والأستاذات المناضلين والمناضلات لكل من حضر
أساتذة الممارسين وأساتذة المتقاعدين وكل من حضر معنا في هذه الأشكال النضالية. تحية لكم جميعا، ودمتم للنضال أوفياء، ولن نتراجع ولن نتوانى ولن نستسلم إلا إلى حين تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة. وتحية الصحافة الوطنية.